مش غريبه يا استاذ محمود اللي احنا بنشوفه ده، ولا ده طبيعي؟ انا يمكن مش معرفش يعني حضرتكم اساتذتنا وفتفهم هناخد يعني أخد من عندكم انتوا اخد من كلام انا اخد من كلامك ومن كلام الاستاذ جمال. فضل. هو يعني ايه هو الهدف؟ يعني انت عملت نقله وانت ماشي ورا اوروبا دلوقتي، احنا كنا ذهاب واياب، بعد كده بقول له يا جماعه عشان نطلع من بعد حادثه 2018 و2019 طلعت من الدايره وقلت خلاص هنخلي النهائي مباراه على ارض محايده. كان المفروض يتوجب عليك انك انت ايه لما عملت الكلام ده، عندك قاعده واضحه الارض المحايده يا جماعه، انا عندي ملعب هحدده قبل بدايه الموسم زي اوروبا، احنا عارفين من اول ما تبدا والقرعه معموله، النهائي مثلا كان في روسيا وحصلت الظروف اتنقل لفين؟ لفرنسا. ماشي خلاص، والنهائي اللي جاي اللي بعد السنه اللي جايه هيبقى معروف في الحته الفلانيه، والسنه اللي جايه معروف في الحته الفلانيه قبل بدايه البطوله. قبل بدايه البطوله، ما انت خلاص بتحدد. يعني انت عاوز اقول لك ايه؟ بس اعرف ايه الفكره؟ ان انت الفكره انت سايبها عارف ليه؟ طيب لو قلنا انك انت بتسيبها في اخر الوقت للاتحادات ان هي تقدم طلبات، طيب يعني ايه؟ هتقول لي ايه؟ هل كل نادي مشارك في البطوله من حقه يقول للاتحاد بتاعه لو سمحت اتحاد الكوره اعمل لي والنبي طلب ان انا عاوزين استضيف البطوله؟ ولا دي تحرك نظام ولا تحرك دول؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ كان المفروض يقال ان اتحاد الكوره عندنا قدم طلب لاستضافه نهائي الكونفدراليه لما كان موجود مشارك فيها نادي بيراميدز وخرج من دور الثمانيه. اوكي. طيب والنادي الاهلي فين؟ يعني انت لما قدمت على طلب استضافه نهائي الكونفدراليه ما فكرتش انك انت كمان تستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا؟ مع كامل احترام النادي بيراميدز، الاهلي ام بيراميدز؟ اين البطوله الاقوى؟ اين البطوله الاهم؟ من المسؤول عن الكلام ده؟ اذا كان الحجه اللي بترمي عليها بيقول لك ايه؟ انه في بند في اللائحه يتقال انك انت حسب تهديم الاتحادات، انت ما قلتليش الكلام ده، انت ما قلتليش انه اتحاد بلدك لازم يقدم عشان تستضيف، انت بتقول لي ملعب محايد. ما دام ملعب محايد وصلنا للطرف للحفاظ على سمعه الكره الافريقيه والاتحاد الافريقي انك انت لازم تحافظ عليه قبل مني مثلا على فوز الاقجع او على رئيس الاتحاد بطرس متسبي، انك انت حريص انك انت خلاص يا جماعه المباراه النهائيه هتكون في نيجيريا، هتكون في السنغال، هتكون في تونس، هتكون في الجزائر لو مثلا يعني على سبيل المثال يعني لا خلاص. هو انا اللي انا افهمه يا استاذ محمود يا استاذ جمال انه مش اللي انا افهمه، المنطق بيقوله ان انت الاربع فرق دول بره خلاص بقى ملاعبهم، اما الاربعه جوه خلاص بموافقه الاربعه خلاص الاربعه جوه ويتم الاختيار ما بينهم. لا خلاص زيهم زي اي حد، طلعها. لكن ان انت تختار انا اللي انا مستغرب. منتظره ليه للوقت الاخير؟ عاوز تقول لي هتحطني في الامر المباشر انك انت دلوقتي تيجي مثلا تفاجئني تقول لي المباراه النهائيه في مركب محمد الخامس وخلاص القرار اتاخد واخده المكتب التنفيذي؟ طبعا انت شايف ان السوشيال ميديا وكلك فلان بيقول لك وافق وفلان اعترض، ما حدش يعرف حاجه، احنا لا شفنا ولا انت هتشوف. لا طبعا كلام السوشيال ميديا، لكن على الاتحاد الافريقي ان يحافظ على مسابقاته ودافع عنها وعن سمعتها بانه يكون حريص على انه المباراه النهائيه تكون على ارض محايده، ده هو الواقع والافضل.